دابا بحال دابا بالليل في الضو اثر هادشي زينه. مرحبا بكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم وصلنا واحد الطرد من عند بان جود. كما كتشوفوا معايا هذا هو الطرد اللي وصلنا، صيفطوه لنا مع شركه ديال دي اش ال. وتا في ليكرو يبان لكم في ليكرو، هذا هو كاسك كما كتشوفوا. المهم هادشي هو اللي كاين. المهم اللي بغيت تقداو ولا شي حاجه تلقاو اللينك ديالو تلقاوه في الديسكريبشن تحت من الفيديو، تلقاو اللينك ديالو. اللي بغيت تقداه يبارك عليه ودخل يتقداه. ثاني ما بغاش يتقدا حاولوا تساعدونا غير بداك الكليك ديال داك اللينك اللي غيكون في الديسكريبشن، حاولوا بركوا عليه وانتم تكونوا ساعدتونا. شكرا لكم بزاف، نحاولوا نديروا ليه الفتح، نحاولوا نقربوا الكاميرا اللي عندنا هنا ونفتحوا ونشوفوا شنو كاين فيه الداخل. اوكي خليكم معايا. داك الدراري كما كتشوفوا معايا في ليكرو، هذا هو الكاسك كما كتلاحظوا معايا هنايا. المهم هذا هو الكاسك، لا قدر الله حنا دابا نشوفوا شنو فيه. المهم ما داروش لا في كارطونه لا والو، داروه في هاد اللعيبه هادو ما عرفتش كيفاش. المهم نحاول نشوفو تا دي اش ال عندها هادشي مهيبه. نحاول نحلو جدو سكين الموس، حلوه هي هاد الحله اللي كدير، ماشي هي هاديك تقدر تمشي تشري. وصلا جاتك شي حاجه بحال هكا تقدر تمشي تجرحها ولا شي حاجه وتهبطها. المهم انا حاولت درتها بالطريقة هادي. المهم مزيان نفعات بقات معانا. اوه واو اسود في اسود، لا يوجد شيء فيري. اوكي مزيان، جاتنا اللعيبة من هونغ كونغ. اوكي اوكي سير عم غل فين ما الله ينفيه هاد الشيء سير. او يا يا اثر هاد الشيء زينه. شايف لكم هنا حم قرب لكم شي شويه وايت. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الكاسك اللي وصلنا من عند بان جود. نايس الصاد ديالي في اللعيبة، ما كاين لا لا كارطونة لا والو، داك الشيء قال لك ها خذو ديرو في ودنك. كيف ما عرفتو بلي الكاسك هذا اللي داير دابا ديال الهايبر اكس ديجا فيه واحد البروبليم اللي هو ما كيسمعش الصوت، ديتو مع الكخسر اللي ديتو صايبتو ودابا خدينا هذا. هذا نقدروا تستمتعوا به كما كتلاحظوا، يكون داك الشيء ناضي الدراري. شوف شوف كيفاش داير داك الشيء، صراحه يكون كاسك زوين. اللهم هذا ولا والو، المايك ديالو بالنسبه للمايك يمكن لك تخدم المايك، ولكن انايا عندي مايك هو المايك ديالي باش كنهضر. اوكي كما كتشوفوا هنايا فيه كما كتلاحظوا كيدير لك هنايا بلا راه فيه ديك اللعيبه من التوب شي زبون. وهنايا الجلد كما كتلاحظوا الجلد هذا البلاصه هذه، حاولوا جربوا حيدوا هذا يكون داك الشيء ناضي. شوف كيفاش جا معايا، اوكي كما كتشوفوا نقدروا نبرونشيو جوبونس كيشعل الضو باش تكونوا عارفين. الخيط ديالو كما كتشوفوا الخيط ديالو مغلف وطويل، ويلي ويلي فيه شي 3 متر هاد الزمر هذا كبير. يمشي نعمر شي برد داتيه في كوزينو. او هاد اللعيبات ديالو يمكن لك تحيد لهم هاد التويشيات هادو. دابا جوبونس غادي يخدم، حيد هذا شعل بالضو شوف حيد. شعل بالضو الدراري داك الشيء ناضي، والله ناضي. شوفو شعل بالضو من هنا ومن هنا بجوج. دابا بحال دابا بالليل في الضو اثر هاد الشيء زينه. مضوي داك الشيء مليد يا، ما كاين لا الكيمين ولا التقصار الصاط، ما كاين لا الحيوع. اثر هاد الشيء تفاد لي كرو كاع. شوف في هاد ليكرو التانية كي جاكم هاد الشي الدراري. نضا نضا ولا ماشي نضا، نضوي هنايا في وديناتك نضوي أكثر. هاد الشي زين الصرف. ثانك يو بان جود، أي لاف يو بان جود.
الثالث شي زوين وباش زوين حتى الثمن ديالو رخيص تخيلوا معايا 150 درهم الصاط يعني راه ناضي الثمن رخيص ومهم يكون مزدح مبغيتش نتقل لكم شي موسيقى باش راكم عارفين الكوبي رايت داك شي زوين غادي مخدة ملي كتسالم هذيك عطاوك تنعس فيها مخدة فما الشو اللي كاين الدراري صراحة كاسك زوين ناضي كما كتلاحظوا هذا هو الكاسك 150 درهم من بانجود الدراري صراحة بان ليا زوين مهيب نبقى نستريمي ان شاء الله نبقى نستريمي نبقى نخدم هذا الكاسك هذا باينه يكون الصوت ديالو مزيان ومأنتك المهم شكرا لكم بزاف شكرا لكم الدراري على المتابعة ما تنساوش تلايكوا الدراري عجبكم هذا الفيديو هذا يلا شكرا لكم بزاف اي مغربي كنيتو بوبو سميتو سينيك تفرج سكتشات اليسيمون و انتي سميت فوق فريد وسط عالم فريد بيعت بلا ما تصيفط برا غنحاردك نتا وساعي البريد زيرو فات عيط ليا باش بان هريب كنتقب الشداد باش نخلع لي ناقصين تداريب انت اللي ناتل يمكن انا اللي وعريت شحال من بو عريس تخيت خور حيت جاو العفاريت معايا دراري كما والعمر تعالي زاوا كيف صدرنا في الدخان بحال شي سين ديال قناوة دي فلوي